ناقص كما الصوره اللي قاعدين تتفرجوا عليها توا على صفحتنا على فيسبوك ولا على يوتيوب. طوابير في انتظار الخبز قدام كوشه. جمع الانطلاق الفعلي للمخابز العصريه او غير المصنفه كما تسميها غرفه المخابز المصنفه. جمع تنطلق في التوقف تماما عن صنع الباجيت. هل انتهت طوابير الخبز جمع؟ ولانه باش نرجعوا ربما إلى توفر المادة هذية بشكل طبيعي. نحكيه في الموضوع مع رئيس الغرفة الجوية لأصحاب المخابز بصفاقس سعبودة البرشاني. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا. صباح الخير، مرحبا بك أختي هدى ومسلمين تاعك. طوابير الخبز في كل مكان ولا في مخابز معينة ولا شنية الظاهرة؟ أمس وزيرة التجارة قالت ظاهرة غريبة ما تتمشيش مع كميات الفرينة اللي احنا نضخوا فيها اليوم على مستوى المخابز. موجودة طوابير عينتها كرئيس غرفة؟ من حسن حظ صفاقس اللي احنا ما عندناش طوابير. لكن الصورة اللي نشوفوا فيها توا في صفاقس، عندنا صورة في كوشة في صفاقس طابور متاع خبز. لا هيك وقت الذروة مثلا، وقت الذروة معناها بالطبيعة معناها باش يقف شيخ، أما ما يبقاش حكاية كيما نقولوا دقيقتين زمان يتعدى، ما يستناش بالساعة وساعتين وبعد يقص عليه يقول له لا أرجع بعد ساعة أخرى حتى يحضر كذا. هذيك عادية في وقت الذروة بالصحيح، تقف على الكوشة تستنى الدور نتاعك، تاخذ الخبز نتاعك وتخرج، ما يجيكش يقول لك راهو وفاه الخبز بعد ساعة أرجع ولا عندي سبيسيال ولا فردي. احنا من حظنا حظنا صفاقس ما نجمش يحكي على الجهات الاخرين، باش نبداو واضحين، ماهيش هو خول باش يحكي على الجهات الاخرين اللي مناطق سياحيه ومن عند شنو. ثمانيه نتاع الصباح يوفى عندهم الخبز من بعض المناطق السياحيه سعبود. هذيك مسلم تاعهم هما، ما نعرفش انا ما نجمش نحكي فيها الحكايه هذيك، مانيش مخول. اما نحكي لك جيتي انا صفاقس كرئيس غرفه في صفاقس، رحنا ما عندناش طوابير. الخبز موجود حتى 9 متاع الليل و9 ونص ولا 10 متاع الليل، اللي المخابز مازالت مفتوحه والخبزه ال 190 موجوده و 230 موجوده ل9 متاع الليل. ل9 متاع الليل. جمع قرار توقف المخابز المصنفه عن صنع الباجيت باش يعمل مشكله عندكم معناتها كمخابز اليوم؟ باش تولي عندكم اكتظاظ زياده طلب؟ لا 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 ما عندهمش وزن بالنسبه لنا احنا. احنا تقريبا 340-350 مخزة، وما يمكن 60-70 مخزة، ما يصيرش خلل ولا حاجة كما هناك. بالنسبة لنا احنا ما يقلقناش، الخبز موجود معنا كامل. انا نهار كامل النهار في النهار كامل معنا كما قلت لك. هي مش تزيدوا في الانتاج اذا كان فما 70 مخبزه اليوم توقفت عن الانتاج نتاع الخبز معناها فما؟ لا اذا كان اجل باش نزيدوا اما تو جيت كامل موجوده الفارينه باش تزيدوا سي عبوده؟ موجوده الفارينه باش تزيدوا؟ موجوده الفارينه وموجوده القمح وموجود السميد والمطاحن تتزود قاعده للمخابز، امورنا منظمه. قلت لك من اول مره احنا محظوظين كصفاقس، ما عندناش الاشكال هذه نتاع النقص وانا مريتش بعيني الشعب. انا في الجهات الاخرى اللي قالوا طوابير وكذاك وسين الله اعلم، مريتش بعيني. اما كجيتي انا صفاقس انا راهو اكثر شيء من قرقنا او جيك بل قرقنا تبارك الله تكون في 15000 تولي في 150 ولا 200000 يعني قرقنا. امور منظمه، الخبز موجود. ديجا امس برك نحكي مع الدكتور في السبيطار نتاعهم غاديكا، قال لك يا خويا امورنا منظمه في الخبز ولا المحرص كيف كيف. زدناه من الفارينه، عطيناه من الفارينه على كيما نقول بونيس معناها زياده كي 40 قنطار والامور منظمه. بونيس القرقنه والمحرص معناتها زدتوا؟ اي 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 فما نقص الغادي معناتها في خاطر؟ لا 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 كل عام كل عام معناها نزيدوه. مكومة محرص كي تعتبر منطقه سياحيه، قرقنه ومحرص تعتبر منطقه. علاش قلت لك نجيب تحكي في المناطق الاخرى؟ ما نعرفش تحركوا ولا ما تحركوش زادوا. انت تحكي عن الجهه نتاعك معناتها اليوم حتى المناطق اللي عليها اقبال زيتوها معناتها؟ بيان سير اي كانت 15000 تصبح في 150000 راهو قرقنا ولا المحرص ولا الشفار فهمني. ديما على الاول ما نبداو من شهر الجوا معناها نعملوا مغاسلات باش يزيدوهم الفرينه. وبالفعل نشكر ياسر وزاره التجاره اللي تعطي كل عام راهي مشكلتنا كل عام نزيدوهم الفرينه
باش السوق التوازن في السوق معناها ما يوقعش خلل ولا نقص في الخبز ولا حاجه. وما جاكمش دي ريكلاماسيون في المناطق السياحيه هذيا معناتها جمله معناتها أبداً. جمله. انا سالت وحدي، انا عندي شكون غادي في خدمه الدكتور تبني، وسالته وقال لي بارك الله فيك امور بريمو معناها زادت رخصه ولا اثنين بون صار لها 4-5 سنين هكيا، سكوندو زيدوا في الفرينه كل عام نعطيهم كل الكونتيتي على الشهر باش نوفروا الخبز للمواطنين. معناتها انت تعتبرها ظاهره غريبه طوابير الخبز كما السيده وزيره التجاره معناتها سي عبوده؟ انا كما قلت لك في السوق ما ريتش ما عندناش معناها مش تقول لي زيني وقت الذروه نصف النهار ماضي ساعه تو في السيون سينيك وتقول لي اكيد معناها ثم صف تلقى فيها 10 من الناس ولا حاجه، اما ما هيش عاديه جدا بالنسبه لي، اما وقتاش نقول ظاهره غريبه انا كي صف 100 متر وبعد كي توصل يقول لك الخبز استنى ساعه اخرى، هذيك غريبه. احنا ما عندناش يقف ثم صف صحيح لكن يلقى الخبز نتاعو والخبز العادي والخبز كل موجود وجميع انواع الخبز موجود من 200 من 190 حتى 230 حتى السبيشال كل موجود، والمواطن يختار ويشي اللي حب عليه هو. ما فماش ازمه في صفاقس حسب سي عبوده البرشاني رئيس الغرفه الجهويه لحسن الحظ، ربما تكون صفاقس مش كما غيرها من المناطق اللي مشيو الغرفه الوطنيه. سي عبوده ناخذوا معنا صفاقس اكبر ولايه اللي فيها مخابز اي فيها مخابز وفي عدد سكان اون بلوس، لكن نعرفوا المناطق السياحيه اليوم هي اللي عليها اكثر ضغط. ما كي نحكيو على الساحل لا. مثلا كي يقولوا لي راهو في الساحل ما فماش خبز. والله العزيزه والله انا قاعد نشوف الصباح كي نحضر الخبز والله تلقاه يتعدى للبحر يجي ياخذ لك 10 ولا 12 خبزه باش يمشي البحر يحضر روحه من هنا، طلع المهديه ولا السفاري يحضر روحه من هنا ويهز الكونتيتي نتاعو اللي تشدوا نهار كامل معناها تو ولا الظاهرة هذه معناها يمشي يقول لك انا ناخذ الخبز نتاعي من السواق باش يطلع المهدية فهمتني باش ما يقعدش يلوج على الخبز به. خلينا نشوفوا فما نقص في الجهات الاخرى ولا ما فماش. رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز سي محمد بوعنين، صباح النور. صباح الفل، شنحوالك؟ بخير فضلك يعيشك. شكرا لك، شكرا على قبول دعوتنا على الطائرة معنا في المباشر. كنت نتحدث اليوم عن توقف المخابز غير المصنفة تما تسميوها أو المخابز العصرية عن إنتاج الباجيت، قلت هل هذا سيحد اليوم من طوابير الانتظار أمام المخابز المصنفة اليوم؟ باش نشوفوا المشاكل هذيا نتاع ناس تستنى في الخبز. في صفاقس يقول لي ما عندناش مشكلة وما عندناش طوابير وأمورنا مريقلة والإنتاج موجود وعندنا الكوتا نتاعنا وحتى المناطق اللي عليها اقبال سياحي زدناهم. فما الطوابير موجوده في الولايات الاخرى سي محمد بنان؟ هاي لله بارك الله فيك وعلى المداخله ويعطيك الصحه واش نحب الشعب التونسي كله يسمع. شوف في يقول لك هي صارت ازمه الجمعه اللي فاتت من عندها برشا صاير ازمه عندها شهر ولا شهر ونص ولا شهرين. السبب نتاعها هو المواطن لقى الخبز غالي عليه من المخابز العصريه. الخبز الكعبة بقت تلف 400 مليم ولا وهربوا عندهم توا قداش شهر ولا شهر ونص هم هاربين لنا احنا واحنا من في بالناش. من بعد فقط الدولة وفقنا احنا زادت الدولة الفرينة ضخت الفرينة اللي تحقق فرينة عطتها لنا. اليوم نعلمك اليوم هي مسكرة المخابز العشوائية مسكرة وما عندهم مقرفين ولكن الخبز اليوم موجود اسم الصف ما فماش قليل كان بقعة ما فقناش بها واذا كان فقنا بها نزرع الخبز وامورها منظمه. ولذا نطلب من جميع المواطنين حاجه الوحيده ما يرغبوش بزايد خبز برشا، راهو الخبز موجود، راهو رئيس الدوله بيد تدخل وقال من حب حتى مواطن ناقص خبزه مدعمه مش ما حاش يحب خبز غير مدعم، اسمع كلامي. الخبز المدعم هو اللي به الحاجه يحب يعطوه للمواطنين. معناها الغلاء اللي موجود في المخابز الاخرين هو اللي خلى الطوابير هذيا قدام لك وش؟ هو اللي خلى الطوابير يرحم بوك، مش معقول كعبه باقات ياخذوا فيها تكلفها ب 400 و 500 فرنك. معناتها هذه الباقات النورمال، اما الباقات الغاليه هذيك ب 500 و 600 و 700. ولذا خاطر ياخذ كعبه باقات 140 جرام وب 250 ملي تكلفها ب 400 وقت ياخذها مع مدينه 190 ملي العباد فاقت ترجعوا فينا احنا ما في بالناش. بدات الصف اليوم غدا كلينا الستوك نتاعنا من بعد كي فقنا الدوله بارك الله فيها تحمست وعطتنا الستوك نتاعنا وعطتنا خدمتنا وعطتنا وشيء. ولذا اليوم راهو بالنسبه لي انا من الدوله والدوله قالت لي كل خباز يسحق جرام فرينه نعطوها له، ما نحبوش البايت ما نحبوش المواطن يهرب الخبز ما نحبوش خبز يهزوا للعلفه ولذا المواطن ياخذ خبز نتاعه. ستنتهي هذه الطوابير سي محمد اليوم بتوقف المخابز الاخرى عن انتاج الخبز؟
كونوا متهنيين، يقفوا لم يقفوش. أنا متعهد باش نمر كامل الجمهورية، هاني قاعد في بيرو والتليفونات تضرب وكلهم عندهم خبز ورئيس الدولة والحكومة ووزارة التجارة قاعدة لاهية معنا، أمورنا واضحة وكل شيء منظم. حول قول الشعب حاجة برك قلت لك ما يرغبوش، ما يرغبوش ما نحبوش، راهو خبز كل يوم نوض الصباح تلقى خبز موجود وكاو. واضح جدا، شكرا لفضلك سي محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، يعطيك الصحة. شكرا سي عبود البرشاني رئيس الغرفة الجهوية بصفاقس، يعطيكم الصحة على التوضيحات اللي قدمتوها. مرحبا بكم 10:46 على موجتنا. منك نسمع، منك نسمع.